بديت أرسم يمكن من أيام الثانوية، خصوصا الكوميكس. كنت أرسم من زمان، بس الكوميكس يعني ركزت عليه لما يعني كنت أشوف مواقف ودي أرسمها، ودي أعبر عن الأشياء اللي قاعد تصير، عن الأفكار. واستمرت يعني حتى للحين. طبعا وايد ناس يدعموني، ربعي، أهلي وايد يرسمون، يعني عندنا وايد فنانين ويحبون الرسم، فكل ما يشوفون أحد عنده موهبة يدعمونها، ويعني ما شاء الله شفت وايد دعم من أكثر من شخص، سواء كان يعني أصدقاء أول مرة أشوفهم أو من الأهل. يعني لما أنت تشوف ناس قدامك يسوون شيء أكثر من مرة، من واحنا يمكن عمرنا 3 سنين نرسم، فشيء تعود عليه. يعني هي مثل عضلة الإيد تتعود على الرسم إذا كان من عمر صغير، وأي شخص يعني يسوي هواية من عمر صغير يتعود عليه. فممكن يعني الحس الفني هو يكون وراثة، بس هو الرسم أنا أقول يعني شيء هو مثل يسمونها سكيل أو شيء تتعلمه مع العمر. أتذكر أيام الثانوية كنا وايد نرسم شيء بالحصة أو بين الحصص، فنرسم مواقف تصير لنا مثلا مع الأبلات مع رفيجات. فممكن يعني سنة 2001 شيء كذي كنت أرسم أول بداياتي مع الكوميكس. كانت رسمة عن مواقف تصير لنا بالمدرسة، بحياتنا مع رفيجاتي مثلا، شنو أشياء مثلا دخل فيها، أشياء طالعها بالبابايات بالأفلام الكرتون، ودخل فيها يعني أشياء واقعية مع أشياء خيالية، ونسوي مواقف معينة نرسمها وندخل شخصيات معينة، أشياء كذي. بديت برسم كوميكس لأن كنت أجرب وايد أنواع رسم، وأنا نوعي بسرعة أمل من الشيء، فجربت مثلاً رسم الرصاص، رسم البورتري، بعدين يعني مع قراءة كتب الكوميكس، مع أشوف وايد فنانين يرسمون الكوميكس، فقلت ليش ما أجربه، ويعني شيء يونس في ألوان، شكله، طريقة رسم مختلفة، وكل فنان له يعني طابع خاص، وأنا فكرت إن أطلع يعني ستايلي أو طابع الخاص فيني وأرسم فيه. للناس تقول لي مثلاً شكل الشخصيات، عندي شخصيات خاصة فيني، طريقة الرسم، يعني وايد ناس مثلاً يدزون لي رسمات مقاربة من رسمات يقولون لي هذا نفس ستايلك، فأحس يعني الستايل الرسم نفسه عقب ما طورته، يعني البدايات يعني ياخذ سنين، فالستايل الرسم نفسه، ستايل التلوين، طريقة الكوميكس شلون تعبير عن مثلاً ويوه الشخصيات، تعبير عن مشاعرهم بطريقة معينة. طبعا الجانب الخيالي اللي استخدمه بالرسمات. فن الكوميكس يعني فن صراحه بدا يعني يمكن من الاربعينات، عندنا باتمان، سوبرمان، كل هذه الشخصيات نشوفها الحين بالافلام، يعني بدات ككوميكس يمكن يبيعونها 20 سنت كانوا، فاستمر صار يعني كان شيء حق اليهال شيء بس يعودونهم عشان يقرون، خصوصا يعني الكتابه كانت وايد بسيطه عشان ما يتعلمون يقرون، حق اللي بسيطين القراءه ما يقرون كتب. فبعدين تطور يعني شخصيات صارت وايد شعبية بأمريكا، انتشر هم طبعا عندنا هم الكوميكس الأوروبي، يعني في تأثير على طريقة الفن من حول العالم، يعني مثل كوميكس تنتن، كوميكس مثلا وادي الأمان، وهو بدأ ككوميكس، فتأثيره على ثقافتنا يعني وايد منتشر، طريقة الرسم نفسها. فيعتبر يعني رسم الكرتون شيء ياخذ الخيال ويصور مثلا واقع بطريقة معينة، هذا شيء حلو فيه، واللي يعني جذبني لهالنوع من الكوميكس، خذ مني يعني طاقة ان افهم الناس مثلا، وياخذ وقت ان تقول حق ان ارسم كوميكس
هذا الشيء ثقافة يعني نوع بس نوع من الفيلم مثل نوع البورتري رسم الانيميشن هو فرع من فرع الكوميكس ويتكلم عن مثلا افكار فنانين معينين يتكلم عن ثقافة معينة وبرا وايد ناس يشجعونه فهذا يعني خذ مني شوية وقت ان الرسالة توصل حق الناس وللحين هم يبي له شوي يعني ناس تشوفه كأنه شيء كوميدي اكثر شيء او انه بس مثلا يعتبر كاريكاتير مع انه يعني لا يعني الناس تقول قصص حياتها من خلال الكوميكس. والله انضمامي للانستغرام يعني كان بداية انستغرام اول ما انتشر وكنت احط يعني رسمات شي يعني ما كان عندي وايد متابعين كنت احط رسمات شي يعني راندوم بس يمكن من 2015 شوي قمت ازيد اثبت اكثر على رسمي على احط بوستات على رسمات فشفت ان في ناس يتابعون والناس تستانس من يشوفون احد مثلا من الكويت يرسم ستايل كوميكس وستايل كرتون ويقول قصص مثلا معينه فطبعا ربعي اكثر شيء هم اللي مسانديني بس بعدين يعني شويه صار في حلقه او صار في جروب له علاقه بكوميكس ومن 2015 لشويه كان يعني اكونتي ميكس كان في اشياء لها علاقه مثلا بالبوب كلتشر اتكلم عن اشياء مثلا كتب افلام بس مع الوقت خصصت الاكونت حق الكوميكس وصار في انتشار وايد يعني الحين تقريبا 2000 متابع فخصوصا بامريكا وايد مهتمين بالكوميكس بلاد العربيه يعني شلون قاعد ينتشر شو قاعد يصير وهم يستغربون ان في فنانين كوميكس مثلا من الكويت كل يطلبوا مني مثلا كتبي عن الكوميكس قولي لنا شنو قاعد يصير مثلا شنو عندكم انشطه فيبون هم يشاركون مثلا الاشياء اللي قاعد تصير بالكويت حق عندهم مثلا عندهم مجله يبي يحطون اشياء تصير برا الكويت خصوصا بالوطن العربي وش قاعد يصير اكثر سؤال واجهني من انستغرام وايد ناس تسالني مثلا اللي بيتعلم الرسم شلون تعلمتي كوميكس صعب ولا سهل شنو الاشياء اللي تشوفينها او مثلا كتب تقرينها لها علاقه بالكوميكس وليش اخترتي كتابه الكوم او كتابه الكوميكس ككتاب يعني او ليش رسم الكوميكس شنو شدك فيه فهذه هي الاسئله عندي مشاركات محلية وشاركت بمعارض وأكثر الناس أشوفه يعني الناس تستغرب لما تشوف رسم الكوميكس وتسألنا يعني شنو هذا نوع الرسم وشنو الفرق بينه وبين رسم الكاريكاتير فنشرح لهم يعني حتى لو نشرح لهم يستغربون بس بنقول لهم مثلا نفس البوبايات نفس قصص مثلا باتمان سوبرمان اللي كنا نقراهم أول فيفهمون شوية يعني مثلاً خصوصاً إن الكوميكس يركز على الأسلوب القصصي ففي رواية القصص وفي يعني يوازن بين مثلاً الكتابة والرسم فيكملون بعضهما فهذا الشيء يعني يتعلمون منه ويستغربون إن في شيء بالكويت له علاقة بالكوميكس بهالطريقة المعرض شاركت فيها هو أول معرض معرض هاشتاج رقم 4 عندي بعد معرض مع جمعية شفافية وعندنا معرض مع نادي العربي وفي معرض اول معرض كوميكس سويناه مع منصه فن المعاصر مشاركاتي الخارجيه طبعا شاركت بمعرض واحد ما هو معرض افتراضي في شهر رمضان يعني يجمعوا كل اعمال فنيه من فنانين بالكويت وفنانين بجمعيه الكاريكاتير بمصر سوينا معرض افتراضي يتكلم عن مثلا العادات الرمضانيه خصوصا مع كورونا وشلون الناس تفاعلت مع رمضان ومع الحظر وهالاشياء فوالله حسيت بالفخر اول مره شويه ما له علاقه بالرسم بس له علاقه بالكوميكس هي اول محاضره لقيتها مع منصه الفن المعاصر تكلمت فيها عن الكوميكس وتاثيره على ثقافه المجتمع خصوصا بالكويت وان شلون الكوميكس هو مو بس حق الاطفال هم حق الناس الكبار وفي يعني في انواع من الكوميكس الناس تستمتع فيها شلون يعكس ثقافتنا شلون نعبر فيها عن افكارنا شلون يكون كل فنان له اسلوب معين فكان يعني كان في وايد حضور وتعرفت على وايد ناس ولقيت وايد ناس هم يحبون الكوميكس وقمنا نتبادل وايد افكار وقاعد يشجعوني يعني اسوي اشياء ثانيه بعد لها علاقه بالكوميكس.
شاركت في دورة رسم مع هيئة الشباب، دورة الإبداع الشبابي الفترة الثانية اللي سواها هالسنة، كانت لها علاقة بتدريب رسم مستوى متوسط. دربت طالبة من عمر 10 سنين ل16 سنة، مدتها 3 أشهر، كانت على تيمز، وبالآخر كان في مسابقة حق الرسم. فيعني استمتعت وايد، وكانت تجربة وايد حلوة، ويعني طالبة وايد استانسوا عليها، قالوا ليش كثر نتعلموا منها، خصوصاً ركزنا على أسلوب الكوميكس، رسم الكرتون، وكان من اهتمامات الطلبة أن يحبون النوع من الرسم. الدورة هذه كانت مميزة لأن الأطفال وايد تفاعلوا معي، وايد استانسوا، كل ما أسألهم يقولون لي يعني هذه وايد غير عن مثلاً كلاسات الرسم اللي عندهم بالمدرسة، لأن يعني كنت أسولف معاهم أسألهم شنو الأشياء اللي يحبونها. يعني من بدينا الدورة من شهر 5 تقريباً، كنت كل أسألهم شلونكم، شنو تحبونها رسم، شنو الألوان تحبونها، تحبون رسم الكلاسيكي مثلاً، لأن شكلهم يعني مالين من رسم الفناجين، رسم السدو، والأشياء هذه كنا نرسمها بحصص الرسم وللحين قاعد يرسمونها. فلما قلت لهم إن إحنا راح نركز على الكوميكس، على أساسيات الرسم مثل يعني الخبراء، وكم كلمتهم عن الرسم كمهنة ممكن يشتغلون فيها بالمستقبل، إنه مو بس شيء هواية. فالتبادل هو هذا، تبادل الأفكار، عرفت هما يعني شنو تفكيرهم أو شنو اهتماماتهم، فصار بيننا علاقة يعني. وأنا الصراحة متفائلة باللي درستهم، لأن الصراحة عندهم مواهب، يعني حتى أنا تعلمت منهم، فقاعد أشوف فيهم يعني المستقبل، وأشوفهم يعني أصلاً حتى حق معارض برا، يشاركون بوايد أشياء برا، يعني حتى في اللي عندهم مهارات قاعد يتعلمون أساساً من ناس برا، قاعد يتبادلون خبراتهم، فمن الحين بادين، خصوصاً إن عندهم الإنترنت، فيعني المجال وايد وسيع حقهم، وإن شاء الله نشوفهم واصلين لكم. الكوميكس يعتبر متنفس حق وايد قضايا، يعني القضايا اللي أنا أركز عليها لها خاصة بالفرد من ناحية نفسية، من ناحية اجتماعية، فهي علاقة الفرد بالمجتمع. مثلاً ساعات خصوصاً من وجهة نظري كفنانة، ساعات الفنان شخصيته تضيع المجتمع، يعني ما يلاقون مثلاً، خصوصاً إذا ما في فنانين نفسه يلاقي نفسه ضايع. فهذه من المواضيع اللي أثبت عليها. هم يعني أشجع على قضايا اجتماعية، مثلاً نظرة مثلاً المجتمع للمرأة، نظرة المجتمع ك يعني إنسان يكون مثلاً مختلف بتفكيره عن باقي الناس. فوايد في قضايا مهمة نقدر نستخدمها في الكوميكس، وهم قضايا شخصية لها علاقة بوايد ناس، مثلاً يقدرون يقولون مثلاً قصة حياتهم من الكوميكس، أو أي قصة خيالية أو واقعية يقدرون يتكلمون عنها. أمنياتي مع فن الكوميكس يعني ودي ينتشر أكثر بالكويت، ودي فنانين أكثر يطلعون بدل مثلاً يرسمون بس هم بيتهم ما يراون الناس، ودي أشوف كتب وايد تنتشر، ودي حصل دعم مثلاً من الجامعة يكون في تخصص خاص يعني حق الكوميكس، حق كتابة الكوميكس، حق الرسم، ويكون في ناس مثلاً قبول أكثر على هالرسم ويتفهمون أكثر من ناحية الفنية ومن ناحية تأثيرها على المجتمع.